مساء حثيثة لدعم الشباب للتوجه نحو المقاولاتية والجعل منه نموذجا اقتصادي مستدام. مساء ترجمتها نصوص تنظيمية وإجراءات جديدة تسهل على الشباب اقتحام هذا المجال، وأول خطوة بإطلاق مراكز تنمية المقاولاتية داخل الجامعات التي تعنى بمرافقة الطلبة حاملي المشاريع وتكوينهم في مجال المقاولاتية. تم اليوم عرض الاستراتيجية الجديدة لتطوير المؤسسات المصغرة من الناحية يعني العامة، وتطوير مراكز تطوير المقاولاتية كفاعل أساسي للتكوين في مجال المقاولاتية والتحفيز على مقاولاتية مستدامة بمقاربة اقتصادية. كان خلال العرض شرح الاستراتيجيات وكذلك خطة العمل لتطوير هذه المراكز. منصة مقاول ديزاد هي أيضا فضاء سيتم إطلاقه في الأيام القادمة لتوجيه المقاولين الشباب ومساعدتهم في مسارهم المقاولاتي. سوف يتم استحداث منصة سوف تقوم بالعامل أو سوف تكون الواصل ما بين أصحاب المشاريع وحاملي المشاريع المؤسسات المصغرة والجامعة أو مراكز التطوير المقاولاتية. هذه المنصة سوف تضمن تسجيلهم وكذلك متابعتهم عن بعد، وسوف يتم استحداث من خلالها بعض الدروس واستحداث دليل المقاول فيما يخص التكوين وفيما يخص كذلك إنشاء المؤسسة بكل كياناتها من حيث الناحية الاستراتيجية ومن حيث الناحية الإدارية وجميع المؤسسات الفاعلة والهيئات العمومية التي سوف يتعامل معها هذا المقاول. الانتقال بقطاع الشركة المصغرة من الطابع الاجتماعي نحو نموذج اقتصادي مستدام هو ما تسعى إليه الحكومة بدعم الشباب أصحاب المؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ومرافقتهم وتكوينهم.